كشف الإعلامي الرياضي مصطفى الشيخي عن شرط تولي ماجد النفيعي رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي خلفا لعبد الإله مؤمنة، ومطالبات كبيرة من أعضاء الشرف والجماهير برحيل مؤمنة من رئاسة الأهلي بعد الأزمات المالية والإدارية العنيفة التي يعاني منها النادي. ومن ناحيته وافق عبد الإله مؤمنة على الرحيل عن منصبه بشرط ظهور شخصية تستطيع تحمل الأعباء المالية عن مجلس إدارته. وأشار الشيخ في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة تويتر إلى أن النفيعي إذا أراد تولي رئاسة الأهلي عليه تحمل المسؤولية التضامنية، وشدد الإعلامي الرياضي على أن المسؤولية التضامنية شرط إجباري لأي شخص يريد رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي. رصد مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر 3 نجوم من القادسية لضمهم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الرياضي الجديد. والنصر يستعد لثورة كبرى في صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي القادم بعد الموسم الرياضي الحالي والذي شهد تراجعا مرعبا في النتائج. والنجوم الثلاثة الذين رصدهم النصر لضمهم من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية هم قلب الدفاع الأسترالي ريس ويليامز، قلب الدفاع خليفة الدوسري، والجناح الهجومي عبد المحسن القحطاني. والاهتمام بويليامز البالغ من العمر 32 سنة جاء بعد قدوم المدير الفني البرازيلي مانو مينيز إلى النصر والذي أبدى إعجابه باللاعب وقام بمتابعته شخصيا وفقا للإعلامي ارتيبان الدوسري. أما الدوسري يعتبر أحد أبرز المدافعين القادمين بقوة في الملاعب السعودية ويحظى باهتمام الهلال والأهلي إلى جانب النصر الذي بدأ التفاوض للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 سنة. وأخيرا فإن عبد المحسن القحطاني ذو 21 سنة كان على أبواب الانضمام إلى النصر في يناير 2020 مع اللاعب الشاب خالد الغنام لولا تعطل الصفقة لتتجدد في الأيام الماضية المفاوضات من جديد. وغير بعيد عن العالمي لا يزال النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر يثير الكثير من الحبر في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. وحمد الله البالغ من العمر 30 سنة انضم إلى النصر في صيف 2018 قادما من الريان القطري حيث سجل أكثر من 100 هدف مع الفريق الأول لكرة القدم خلال 3 سنوات. ووفقا لصحيفة الميدان الرياضي طالب البرازيلي مانو مينيز المدير الفني لنادي النصر من نجوم الفريق تقليل الاعتماد المتواصل على حمد الله في المباريات. ودرب مينيز نجوم النصر على خطة جديدة تعتمد على اللاعبين القادمين من الخلف حيث من المقرر تنفيذها خلال المباريات القادمة. شهدت الساعات القليلة الماضية مفاجأة من العيار الثقيل عن مستقبل المهاجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمد الله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر. وحمد الله البالغ من العمر 30 سنة انضم إلى نادي النصر في صيف 2018 قادما من الريان القطري في عقد يمتد حتى 30 من يونيو 2022. وفي الساعات القليلة الماضية سربت صحيفة الميدان الرياضي التقرير الفني للمدرب الكرواتي آلين هورفات المقدم إلى إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر وذلك قبل رحيله عن الفريق. وتضمن التقرير الفني للمدرب الكرواتي عدة بنود تتعلق بالإحلال والتجديد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم على النحو التالي: إبعاد الخماسي عبد الله الشنقيطي عبد العزيز العلاوي عبد الرحمن الدوسري عبد العزيز الدوسري وفراس البريكان، إعارة الشاب محمد ماران لاكتساب دقائق لعب ومزيدا من الخبرة لقيادة هجوم النصر مستقبلا، الاستغناء عن جميع أجانب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر باستثناء البرازيلي بيتروس أراوخو، التعاقد مع ظهير أيسر محلي وأجنبي وضم ثلاثي هجومي جديد لتدعيم صفوف قلعة العالمي. وستدرس إدارة نادي النصر هذا التقرير وتتشاور فيه مع البرازيلي مانو مينيز
الحفظ المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم قبل اتخاذ أي قرار رسمي. ولكن ماذا لو نفذ مسلي آل معمر تقرير آلين هورفات قبل بداية الموسم الجديد؟ هذا يعني أن النصر سيوقع مخالصة مع حمد الله والذي سجل أكثر من 100 هدف مع الفريق الأول لكرة القدم في أقل من 3 سنوات وبمختلف البطولات المحلية والخارجية. ورغم إبداعه داخل الملعب إلا أن النجم المغربي سبب أزمات عديدة داخل قلعة العالمي سواء مع الإدارة أو الأجهزة الفنية وحتى مع زملائه اللاعبين. وإذا حصل على مخالصة من النصر سيكون عبد الرزاق حمد الله حرا في الانتقال إلى أي ناد حتى ولو كان الغريم الأزلي الهلال. والهلال قد يفكر جديا في خيار حمد الله خاصة مع اقتراب رحيل نجمه الفرنسي بافي تيمبي غوميز الذي تجاوز 35 عاما بنهاية الموسم الرياضي الحالي. وبدأت الإدارة الهلالية البحث بالفعل عن مهاجم كبير لضمه بداية من الموسم الرياضي الجديد حيث طرحت أكثر من اسم أجنبي ولكن دون التوصل إلى اتفاق مع أي منهم حتى الآن. وبالطبع تبقى مشاكل حمد الله غير المعتادة في البيت الهلالي عائقا أمام إتمام الصفقة، لذلك قد يلجأ فهد بن نافل إلى بند تأديبي في العقد على غرار ما فعله العملاق الإسباني برشلونة سابقا، حيث وضعت الإدارة البرشلونية بندا يسمح لها بفسخ عقد سواريز والحصول على تعويض مالي ضخم من اللاعب في حال قام بعض المنافسين أو تصرف بشكل مشين يسيء إلى سمعة النادي. شاركنا رأيك في التعليقات ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.